السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم بشرة شانيل. ولا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ما تنسوناش من لايك والاشتراك فضلا منكم ليصلكم الجديد. واخيرا اليوتيوبر اكرام بيلانوفا خرجت من المستشفى ومشات عند وليداتها، غادي نخليكم على فيديو. اهلا وسهلا الغزاله ديالي، اخيرا في الدار، اخيرا في الدار. اهلا سلام. لاباس؟ فرحان؟ شوف فرحان ماما في الدار. جوليا مشعكة ديالي، اخيرا جيت الدار الحمد لله على كل حال. خرجت من السبيطار اخيرا الدار. المهم ان شاء الله غادي نتسرح واحد شويه ونرجع واحد شويه. الامبيونس ديال الدار باقي جاني راسي، جاني واحد الاحساس غريب بحال انا غريبه في الدار. المهم غنرجع ان شاء الله نتاقلم مع الجو ديال الدار وكل شيء ونرجع ان شاء الله الرحمن الرحيم. تهلاو ليا راسكم بزاف وكنبوسكم واحد البوسه كبيره. الحمد لله على سلامتها، الله يخليها ديما ناشطه وفرحانه مع وليداتها. شكرا على حسن المتابعه الى فيديو جديد ان شاء الله، لكن قبل ما تخرجوا ما تنسوناش من لايك والاشتراك فضلا منكم ليصلكم الجديد. مع السلامه.